بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده واحد من الناس. الحمد لله مؤسسه واحد من الناس رممت وبنت 6 أسوف في مركز دمنهور محافظه البحيره للاهالي الفقراء والمطلقات عشان تقدر تحمي اولادها من الحر والتقلبات الجويه والحشرات اللي بتنزل عليهم في الصيف. تعالوا نشوف فرحتهم بعد ما تم هناك ان شاء الله. انا داري زي ما انت شايفينها كده بالبوص، والبوص كان بنزل سوس عليا وبنزل حشرات، والدار مش حتى مش متمحرة ولا مظبوبة ولا اي حاجة. وجات الجال واحد من الناس جم والله وقفوا معايا وصبوا له الاوضه ديت. واحد من الناس جزاه الله خير، عمل لنا السقف، عمل لنا اوضه. كانت الشتاء نازل علينا وما كناش بنعرف ننام من الماء اللي نازل علينا، وفي الحر ناموس وقرف ودود وحشرات كانت بتنزل علينا من السقف. ما كنتش متوقع والله انهم يجي يعملوا الحاجه ديت، والحمد لله جوم يعني وصدقوا في كلامهم وجوم. السقف كان بوقع نطره، بس الحمد لله دلوقتي بقى السقف حلو، هنعيشوا في امان ان شاء الله. بس البركه برضو في عمل الليسي وقف جنبينا الحمد لله. 20 سنة وقاعدة ببيت، والله ما يعلم بالله ربنا. عن الشتاء بعدني أحلى بعدلي، حد ما كنت حتى شوية الكركب بتوع عند الناس، فربنا كرمني النهاردة أحلى كرم. ناس جد بتوع أهل الخير تبرعوا لي وبنوا لي صبوا لي بيتي، والحمد لله عملوا بالمسلح ونحمد الله. واحد من الناس الله يصلح حاله، والله ما كنا متوقعين اللي احنا نكونوا فيه النهاردة دي سعادة، والحمد لله والناس شغالة معانا بما يرضى الله، والحمد لله كلنا فرحانين ومبسوطين. الله يجعلكم في طريق الخير على طول يا رب. مش متوقعين انه احنا نعمله كده صراحه. بيتنا كان بالبوص كده، والبوص نازل تراب ينزل علينا، وعشرات وقرف في الصيف، وفي الشتاء نطلعوا ميه زي بره زي جوه، نغيب طول النهار نطلعوا ميه، في الليل بقت نقعد انا وبنتي كده نايمين ونقعد ينزل علينا في بالليل يزعقنا بالليل. والحمد لله ربنا كرمنا بوعد من الناس، ربنا يا رب يقويه ويصلح له الحال يا رب، ويصلح للجماعه الكل اللي جونا وشرفونا هنا. والله مبسوطه ان احنا نهار ابيض ده فرحه عندنا النهارده، احنا ايمتى ما نمناش والله ما رجعتنا النهارده طول الليل فرحانين ومبسوطين كده، وجيراننا برضه مبسوطين لينا برضه، احنا برضه بنعمل الحاجه ديت والحمد لله.